بعد كده فجأة جه الكورس، فانت مش عارف تعمل ايه، مش عارف تصح البيت عن كده تعمل فيه ايه. ساعتها دلوقتي بقى تعرف ان انت ممكن تضيف حاجات طبعا. هنجيب اي كيو كده برضو خفيف، وهنحاول ان احنا برضو نختار تردد بقى اللي احنا عايزينه بالظبط من الصوت ده. عايزينه يبقى الشيب بتاعه تونالي كان يبقى عامل ازاي. انا محتاجين البيز بتاعه ولا لا؟ هو مفيش بيز كتير، هو حلو، ان هو حلو في الميد رينج، ان صوته مخرفش كده وجميل. ممكن نحط ديستورشن خفيف برضو، من غير اللي فوق احسن. تعال نشوف، نحاول نلفله بقى مع المزيكا نشوف هينفع ولا لا. او ممكن اقترح حاجه تانية خالص، ممكن والله انا مش حاسه قوي، بس ممكن اخد دول مثلا لو هم عاجبني. تعال نكررهم كده علشان لو رجعنا في كلامنا، وناخد دول زي ما هم. نشغل واحدة نسمع بس هي بتقول ايه. تعال نشوف لو احنا حاولنا نعمل باترن كده بيهم نشوف هيحصل ايه. والله مش وحشة. تخيلوا معايا لو هي مثلا بالاول عاملة كده، لكنها بيركوشن. هي في الاخر هي هاي هاتس، بس هي صوتها من كتر ما هي لو فاي وعلى ديستورشن وبتاع، فاكنها بيركوشن. ممكن نقول ده خلاص كده، شكرا مش عايزينك، خدنا اللي احنا عايزينه. وممكن نجيب LFO بقى في الحالة دي. هنعمل حاجة تانية الحالة دي، هنعمل حاجة شبه السايد تشين. هنعمل برضو ان الهاي هاتس ما بتفضلش صوتها ثابت، بتعلى وبتوطى. هنعمل سايد تشين خفيف قوي. يعني سايد تشين معناها ان احنا بنعمل، دي حركة هنشرحها بعدين بالتفصيل، بس هي كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحاول نقلل البدايات، الفوليوم بتاع البدايات بتاعت كل صوت، عشان الاصوات التانية الاهم تبان اكتر. هنسمع كده. Before after. حاجة كمان لاحظتها، ان الصوت ده ليه بوتنشال ان هو يعرض شوية، فاحنا ممكن بكل بساطة نحاول نخليه ستيريو اكتر، ودي عن طريق حاجة اسمها سبريدنج، ودي برضه هنشرحها بالتفصيل قدام. فاحنا بس احنا بوريكوا الفكرة بسرعة. يعني متأكد بس ان الصوت مش عامل مشكلة. هنشرح برضه الكلام ده، يعني اللي انا بعمله ده هنشرحه بالتفصيل، بس انا بتاكد بس ان فيش حاجه اسمها، ما حصلش حاجه اسمها فيس كانسليشن، واتاكد بس ان الصوت نفسه ما بصش. يعني فرق كبير ما بين كده، الصوت مونو قوي دلوقتي، ما بقاش مونو بقى ستيريو جدا. ممكن بلغنا شويه، ممكن ايه نهدي الدنيا شويه. تعال بقى نراجع اللي احنا عملناه. احنا زودنا تلاتة لوب، غيرناهم تماما، خدنا منهم اللي احنا عايزينه. لو قفلنا التلاتة دول وسمعنا اول لوب خلاص ابتدينا بيها، مختلفة عن ده. عملنا حاجة نوعا ما اجدد شوية، او عملنا اضافة للحاجة اللي اوريدي كانت موجودة. طبعا اللوب الاساسيه دي مش لازم تبتدي بلوب. يعني انا انصحك اصلا انت تبتدي بالدرمز، انت عاملها مركبه زي ما
شرحنا في الحلقة اللي قبل كده، بس انا بشرح لكم الكونسبت، فاحنا اضطرينا بس نجيب اي لوب نشتغل عليها. بس تخيل بقى ده لو اتضاف على شغلك انت بقى الدرامز وكده. تعال نكمل نشوف، ممكن لو لقينا حاجة حلوة. دلوقتي احنا عندنا نوعا ما فهمنا البيت رايح على فين، فممكن يعني نحدد بقى بعد كده، يعني الدنيا عندنا اوضح. فلو في صوت معين في خيالنا عايزين نسمعه وسط البيت ده، ساعتها ممكن ندور عليه. زي ما قلت لكم برضه نسمع كده عافيه كده مره واحده. اللوب دي مش تنفع خالص لسبب، اولا قوي قوي، فيها كيك قويه جدا وكتير، الصوت بتاعها صعب ان هو يتضاف على حاجه. الاصوات اللي بينفع تتضاف على بعض الاصوات اللي هي مش كبيره قوي ومش فول قوي، لان لو هي فول قوي هي مش محتاجه حاجه زياده عليها. كان عايزين اصوات اللي هي بتبقى يعني ضعيفه نوعا ما او ليها فريكوينسي رينج معين، بحيث لما نحطهم على بعض الصوره نفسها عندنا تكبر عن الاول. دي تعال نظبط التايم بتاعها، دي 82، دي عجباني بس عجبني اكتر الحته دي الهاي هاتس دي. فاحنا ممكن اللي احنا نعمله ناخد دي وناخد اخر حته دي برضو، وناخد الحته دي نعمل لها، ممكن نوطيها خالص مش لازم نعمل حاجه فانسي يعني، نوطي مثلا 15 dB، وناخد دي نوطيها 15 dB مثلا. فاكننا استفدنا بالحته دي يعني، ممكن الحته دي برضو نوطيها 15 dB، نسيناها دي. بدل ما نعمل لها كات تماما، فبرضو يعني هنفتقد النويز ده ونحس ان هي في حاجه متقطعه، هتحس ان الشغل نفسه الشغل بتاعنا لازم ما يبانش، يبقى هيدن. احنا عملنا ايه؟ المفروض ما حدش يعرف. ممكن نفيد دي شويه، هنشوف اللي بعده. دي برضو التيمبو بتاعها مش مظبوط، نحط التيمبو بتاعها. عندنا هاي هاتس بما فيه الكفايه. انا مثلا عجبني الصوت السنير دي، عجبني برضو الكيكه دي جدا، صوتهم اورجانيك، صوتهم ناتشرال، ممكن نضيفهم على البيت، نعمل بيهم باترن جديده خالص ملهاش علاقه باللوب اصلا اللي كانت شغاله. اعمل كده اهو، نبتدي الاول بالسنير. كل ده بقى احنا مش عايزينه خلاص، احنا كده متشكلين. كل دول ممكن نمسحهم خالص، وممكن نشوف بقى نزود حاجات من لوبس تانية. في حاجه برضه لاحظتها، ان الاصوات بتاعتنا ما فيهاش اي نوع من انواع السبيس، ما فيهاش ريفيرب خالص. فممكن نختار السنارية دي ونحط عليها برضو ريفيرب، نسمع كده. والله جميلة مش وحشة. الماستر طبعا بتاعنا ابتدى يزعل، فناخد دول كلهم نوطيهم شوية. هنشوف الكيك دي اخبارها ايه، ممكن نكتفي بالكيكتين دول. يعني مش ضايفه قوي، فممكن نشيلها. برضو انت بتجرب الحاجه علشان ممكن يبقى في خيالك اللي هو دي اكيد هتنفع، اكيد هتبقى حلوه، وبعد كده تكتشف ان هي مش حلوه، فلازم تجربها. يعني هي دي برضو فكره البرودكشن، الحاجات الحلوه بتطلع من كتر التجربه ومن كتر المحاولات الفاشله. انت بتحاول حاجات كتير قوي ما تنفعش علشان يصطفي عندك الافكار الحلوه في الاخر. انت لازم تجرب الوحش الاول عشان تعرف، لازم تعرف ليه هو وحش. هو وحش عشان مثلا هو مش ضايف، عامل كلاش، عامل حاجه غلط في الجروف، الفريكوينسي بتاعته مش حلوه. احنا عندنا ملايين اللوبس ممكن نجيبها، فالدنيا ما وقفتش على ده يعني. فاحنا وي اند اب بدول. ممكن بقى تمكسجهم شويه، تدي له واحده اولويه. اسمعنا بقى من غير
جميل طبعا. بس هو يعني تخيل مثلا لو دي أغنية ودي ده الفيرس اللي هو بيبقى دايما أهدى، اخترت مثلا لوب دي تعمل عليها مزيكا، بعد كده فجأة جاي الكورس، فانت مش عارف تعمل ايه، مش عارف تصح البيت عن كده تعمل فيه ايه. ساعتها دلوقتي بقى تعرف ان انت ممكن تضيف حاجات طبعا، وقت يتحسسك ان هي بقت كورس بورت مثلا او كده يعني.